لأنه الله ما أمرك، ما قال لك أعمل واسطة. هذا القرآن قال كذا، ربنا سبحانه وتعالى قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله قال لك أدعوني ووعدك بالإجابة، ما قال لك أعمل لك واسطة. فهذا من الشرك. إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. كاذب في زعمه أن لله واسطة بينه وبين عباده، وكفار في دعائه غير الله، لأن هذا كفر كما بينه الله في كتابه. ما قلنا نحن، الله قال كذا، تدعو غير الله ده كفر. الله قال فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. فصفة أهل الكفر أنهم يكرهون أن يدعى الله سبحانه وتعالى وحده. لذلك قال أعداء الرسل كما أخبر الله سبحانه وتعالى، كما أخبر عن عاد، قال قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. فلا يريدون أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده وأن يستغيثوا بالله. والله جل وعلا يأمرك أن تعبد الله. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ده أمر من الله سبحانه وتعالى. وكما قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من رواية معاذ بن جبل، قال أتدري، قال له صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ده حق لله سبحانه وتعالى. الصوفية الليلة قالوا لا، قالوا يا ربنا سبحانه وتعالى جهارا نهارا قالوا نحن برضو بنستحق العبادة دي مع الله، والدعاء ده نحن بنستحقه، زي ما قال البرعي المجرم المضل الذي أضل كثير كثيرا من الناس، إنا بخطب في البلاد نزيل، فقل يا ولي الله إسماعيل. والله يقول لك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. البرعي ده يخالف هذا الكلام ويأمرك أن تدعو من لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. الأولياء ديل الله إذا أراد بهم سوءا أو أراد بك سوءا هل يستطيعون أن يصرفوا عنك هذا الأمر؟ لا يستطيعون أبدا، وهم في قمة الضعف. ولذلك تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه الذي بيده النفع والضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. قال تعالى قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. الله هو الذي يملك النفع والضر، لذلك ينبغي أن يتوجه الناس إليه وحده جل وعلا، وأمرك أن تتوجه إليه وحده. لكن الليلة الصوفية زي ما يقول لك المرغني ومهما يكن من خطب فقم وانده وقل يا مرغني أتيك بسرعة. والله يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في شدة عظيمة يوم بدر، استغاثوا بالله جل وعلا. قال الله عنهم استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فاستغاثوا بالله، ما استغاثوا بالملائكة وما استغاثوا بالأولياء من قبلهم، بل توجهوا إلى الله. هؤلاء أهل الإيمان الصحيح، مش الصوفية الليلة بيدعوك إنك تتوجه لغير الله. ده النبي صلى الله عليه وسلم. وأخبر الله أن المدد في هذه الآية منه. صوفية يقول لك مدد للأولياء بتاعنهم، والمدد من الله سبحانه وتعالى، وهذا من شركهم. وهؤلاء المتصوفة وقعوا في شرك أعظم من شرك المشركين الأوائل، اعتقدوا أن غير الله يخلق، كما يقول محمد عثمان المرغني المضل المجرم الذي دعا إلى الشرك بالله، قال أنا عرشها والكرسي أنا للسماء بانيها. قال ذكر أنه بنى السماء مع الله جل وعلا، وهذا يقر به المشركون الأوائل أن الخالق لكل شيء هو الله سبحانه وتعالى. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الصوفية يقول لك لا،
غير الله سبحانه وتعالى بيخلق زي ما يزعموا ويعتقدون أن غير الله ينزل المطر من السماء كما يزعمون. والله جل وعلا يخبر أن هذا منه ومن أفعاله الخاصة به. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. الصوفية يقول لك الليلة الشيوخ يقول لك بيعماها في سماها يقول لك الشيخ بينزل المطر مع الله سبحانه وتعالى، وكل هذا ضلال. المشركين الأوائل ما كان عندهم العقيدة دي، كانوا عارفين انه بينزل الله لكن بس كانوا بالشدائد بيدعوا غير الله. الله قال عنهم ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. عارفين انه بينزل المطر الله ولكن يصرفون العبادة لغير الله. فهذا المنهج منهج التصوف، منهج يدعو إلى الكفر، نحذرك منه. كان دار تنجو أمام الله سبحانه وتعالى وتدخل جنة الله، خلي الصوفية دل أي طريقة أسوأ من التانية، وكلها تدعو إلى الشرك بالله وإلى الكفر والإلحاد. فعلى المسلم أن يحذر ذلك، لأن هذا ذنب لا يغفره الله. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وصلى الله سيدنا محمد. أفتح الفرصة.